بنستكمل المحاضرات بتاعتنا الخاصة بمادة الديجيتال سيجنال بروسيسنج، بنستكمل الديزاين اوف ديجيتال فلترز. المحاضرة اللي فاتت كنا شرحنا فيها الديزاين بتاع الديجيتال فلتر، وذكرنا ان الديجيتال فلتر نوعين، نوع اللي هو الاي اي ار اللي هو الانفاينايت امبلس ريسبونس فلتر، والنوع التاني اللي هو الاف اي ار الفاينايت امبلس ريسبونس فلتر. احنا شرحنا الديزاين بتاع الانفاينايت امبلس ريسبونس فلتر في المحاضرة اللي فاتت. المحاضرة دي هنشرح الديزاين بتاع النوع التاني اللي هو الفاينايت امبلس ريسبونس. تعال نشوف مع بعض كده السلايد التاني. بيقول لي هنا الفاينايت امبلس ريسبونس ار اولويز ستيبل. المعلومة اللي لازم تبقى عارفها ان هو دايما ستيبل. طب عرفت منين ان هو دايما ستيبل؟ عشان مفيش بولز. ليه؟ لان ال FIR لما بنيجي نكتب ال H of Z بتاعتها ما بيبقاش عندي مقام. طالما ما عنديش مقام يبقى انا مش هدور على بولز، والبولز هي دي اللي بتحدد ان السيستم ستيبل ولا ان ستيبل. انا دلوقتي ما عنديش موضوع البولز ده خالص، مش ايه المشكلة دي مش ظاهرة عندي او مش موجودة عندي بولز عشان احسبها، فبالتالي السيستم بتاعي always ايه always stable. تمام كده؟ طيب فبيجي بقى بيقول لك الحاجه، المعلومه التانية اللي لازم تعرفها، يبقى اول معلومه ان الاف اي ار فلترز ار اولويز ستيبل. المعلومه التانية اللي دي هتتفهمها من خلال برضو الشرح بتاعنا والاكزامبل، ان الاف اي ار فلترز كان بي ديزايند، ممكن ان هو يصمم تو هاف لينير فيز. لينير فيز يعني ايه؟ يعني الفيز بتاعه لينير زي ما انت شايف كده. انما بقول ان السيتا الفيز اللي هي عباره عن السيتا اوف اوميجا ثابت في اوميجا، يبقى ده لينير، او سالب الفا في اوميجا، يعني انا ضارب ثابت معين في اوميجا، او ممكن اقول ثابت ناقص ثابت تاني في اوميجا. يعني الفيز بتاعي بتاع الاف اي ار بيكون لينير فيز، بيحقق العلاقات اللي قدامي دي، يعني بيكون في صورة ايه السيتا اوف اوميجا دي عبارة عن خط مستقيم، فهو ده بيعتبر انه لينير ايه فيز. الفيز بتاعي، الفيز بتاع الايه ترانسفير فانكشنز بتاعتي لما تيجي تحسبها او تشوف هي قيمتها بكام، هتلاقي ان هي محققة المعادلة اللي قدامي، فبالتالي هي لينير فيز. طيب السيليكشن بتاع الديجيتال فلترز، الاختيار بتاع الديجيتال فلترز اللي هنتكلم عنه اللي هو الايه دلوقتي الاف اي ار مش الاي اي ار. يعني هو بيقول لك في الديجيتال فلتر في اف اي ار وفي اي اي ار، احنا هنتكلم على مين؟ على الاف ايه الاف اي ار دلوقتي. فبيقول لك ان الاف اي ار ار يوجوالي ديزايند تو بي لينير فيز، اللي لسه ذاكرينها في السلايد اللي فاتت، دايما بيكون لينير فيز. بات زي دونت هاف تو بي، يعني ممكن لازم يبقى لينير فيز. الاف اي ار از لينير فيز لو حقق حاجه معينه. ايه هي؟ if and only if its coefficients، الكوفيشنتس بتاعتها. احنا اللي طبعا مراجع على المحاضره اللي فاتت بتاعت الاي اي ار، احنا قلنا ان الديزاين بتاعنا اللي احنا بنعمله الديزاين ده بيتم عن طريق ان انت بتاخد ايه، بتجيب مين؟ بتجيب الكوفيشنتس، بتجيب المعاملات. طبعا انت معبر عن الاتش اوف زد بدلاله مجموعه من البولونوميال زد باور نيجاتيف 1 زد باور نيجاتيف 2 زد باور نيجاتيف 3 وهكذا. المعاملات ديت هي اللي بتجيبها. المعاملات دي لازم تبقى سيمتريه، فيها سيمتريه يعني بتيجي مثلا في ليها مرايه اراوند مين؟ اراوند ذا سنتر كوفيشن، بمعنى انها تحقق العلاقه اللي موجوده في البرواز الازرق ده. ان بيقول لي ان الاتش اوف ان، يعني الاتش بتاعتي في التايم دومين ان بتساوي، او العينات بتاعت الاتش اوف ان زائد او ناقص اتش اوف ام كابيتال، الام دي الاوردر بتاع الفلتر درجه الفلتر، ناقص واحد ناقص ان. لو حقق العلاقه دي يبقى ده في سيمتريه، لو حقق السيمتريه يبقى هو لينير فيز. تمام؟ وهو دايما بيحقق دي، يعني لازم العلاقه دي احنا بنحققها ان الاتش اوف ان بتساوي زائد او ناقص اتش، الاتش هي دي اللي انا بجيبها، سواء بجيبها في التايم او بجيبها في الزد، هي الاتش دي اللي انا ايه اللي مطالب بيه، اللي هي الامبلس ريسبونس. بنلاقي عند عينه معينه بتساوي من السيمتريه زائد او ناقص العينات اللي هي اتش اوف ام ماينس 1 ماينس ايه ان. طيب نكمل. طيب السيليكشن بتاع الديجيتال فلتر ازاي بنختار السيليكشن بتاعي، بختاره ازاي؟ طبعا هنا بنقول الاول ايه هي المزايا بتاعت الاي اي ار فلتر. الاوردر بتاع الاف اي ار، الاوردر الدرجه بتاعته، الموست كيس
اعلى من الاوردر بتاع الايكويفالنت اي اي ار، ميتنج ذا سيم سبيسيفيكيشنز. طب ما ده كويس ولا وحش؟ يعني انا دلوقتي عشان احقق السبيسيفيكيشنز معينه باوردر معين، بلاقي ان الاوردر بتاع الاف اي ار عالي جدا على الاي اي ار، ومحقق نفس الايه السبيسيفيكيشن. ده مش كويس. ليه؟ لانك لما بتيجي بالاف اي ار رحت الاوردر بتاعك بقى عالي، ده معناه كومبليكستي اعلى، يعني التصميم بتاعك هيبقى معقد اكتر وعامل نفس السبيسيفيكيشن، طب يبقى كوست اعلى، يبقى الاي اي ار افضل في الحتة دي. يبقى هنا بس في مزايا تانية للاف اي ار هي اللي بتخليني اضطر ان انا استخدمه زي ما هنشوف. لكن الاي اي ار ميزتها بقى ان الاوردر بتاعها بيبقى ايه، قليل شويه ويحقق نفس السبيسيفيكيشن، وده معناه ان الديزاين بيبقى ابسط. تمام. هو بيقول لك بقى في حته كده بيقولها لك، الكوزاليتي بتاعت الاف اي ار اوف لينس ام هاز ان اوردر اوف ام ماينس 1. طيب دي برضه هتبان معانا. الديزاين بتاع الاف اي ار، تعال نشوف الديزاين بيتم ازاي. بص بقى معايا كده الديزاين بتاعي بيتم ازاي. تعالى كده، طب نكبر الصوره شويه، اكبرها بس شويه كده. اه الديزاين اوف اف اي ار فلتر، الديزاين مينز كالكوليشنز، حساب الكوفيشنز زي ما قلنا بتاع الديفرنس ايكويشن اور ذا ترانسفير فانكشن. لو انا بتكلم على ديفرنس ايكويشن يبقى انا بتكلم على تايم دومين، لو انا بتكلم على ترانسفير فانكشن يبقى انا بتكلم على فريكوانسي دومين. لازم تاخد بالك من الملحوظات دي. تعال نبص مع بعض كده. ما بيقول لي هنا الواي اوف ان بتساوي سميشن من الزيرو للام ماينس 1 اتش اوف كي في اكس اوف ان ماينس كي. ده بيعبر عن الاوتبوت بدلاله الانبوت اتش اوف كي في اكس اوف ان ماينس كي، كانه عامل عمليه ايه؟ كونفوليوجن مع بعض، فمعبر عن ديفرنس ايكويشنز. يبقى المعادله اللي فوق اللي هي الواي اوف ان دي معبر عن ديفرنس ايكويشن، ممكن اعبر عنها في صوره الترانسفير فاكشن، يعني اتش اوف زد بتساوي سميشن من كي بزيرو لام ماينس 1 اتش اوف كي في زد مور نيجاتيف كي. تمام. يعني سواء دي او دي انا بجيب مين؟ اللي في الغالب ان انت بتجيب الاتش اوف ايه، اتش اوف زد. طيب الميثودز، الطرق، زي ما احنا كان عندنا طرق في الديزاين بتاع الاي اي ار فلتر، زي ما قلنا الامبلس انفاريانس ميثود وستيب انفاريانت ميثود والباي لينير ترانسفورميشن، الحاجات دي كلها لازم تتذاكر يا جماعه، عشان طبعا الاسبوع الجاي هنحل ايه شتات على الكلام ده، فهتبقى ايه العمليه عندك فيها ايه، فيها شغل كتير، فانت لازم ايه المحاضرات دي تبقى مذاكرها كويس قبل ما نتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله. طب ايه الميثودز بتاعت الاف اي ار فلتر ديزاين؟ عندي طريقه اسمها الويندو ميثود، وعندي طريقه تانية اسمها الفريكوانسي سامبلنج ميثود. يبقى في طريقتين، طريقه اسمها الويندو اللي هنشوفها دلوقتي، وطريقه تانية اسمها الفريكوانسي سامبلنج ايه ميثود. طيب الديزاين بتاع الاف اي ار فلتر اللي هو الويندو ميثود بتبدأ ازاي؟ بنبدأ بديزايرد فريكوانسي ريسبونس سبيسيفيكيشنز. أول حاجة بص كده بقى الطريقة بتعتمد على ايه؟ بتبدأ في حد فتح المايك، حد فتح المايك يقفله بعد إذنكم. بنبدأ الديزايرد فريكوانسي ريسبونس سبيسيفيكيشنز اتش دي اوف اي اس جي اوميجا. في حد فتح المايك يا جماعة؟ طب أنا هضطر عايز أقفل المايك ليه؟ في حد فتح المايك؟ دقيقة واحدة بس، في حد فتح المايك معرفش مين. دقيقة واحدة. يا ابني ده مغيب والله. في حد فتح المايك؟ مين اللي فتح المايك؟ تمام. طيب نقول تاني الديزاين بتاع الاف اي ار فلترز اللي هو الويندو ميثود، بنبدا بالديزايرد فريكوانسي ريسبونس سبيسيفيكيشن، يعني اتش دي اوف اي اس جي اوميجا. يعني انا عايز ايه؟ انا بجيب اللي هو الاتش دي ده، الاتش دي ده يعني الديزايرد المرغوب فيه، الحاجه اللي انا عايز اوصل لها، ومنها نجيب الكورسبوندنج امبلس ريسبونس اللي هي اتش دي اوف ان. ببساطه ترانسفورميشن عادي، ده فريكونسي دومين بحوله لتايم دومين عادي جدا. يبقى اول حاجه بنبيجين ايه الديزايرد فريكونسي ريسبونس سبيسيفيكيشن، انا عايز احقق كذا. تمام.
فبنحدد اللي قصاده الكورسبوندنج امبلس ريسبونس عن طريق الترانسفورميشن، انفرس ترانسفورميشن، عشان احول من اوميجا لتايم. طيب زي ما احنا بنقول ان الاتش دي اي اس جي اوميجا از ذا ديزايرد فريكوانسي ريسبونس، دي اللي انا عايز اوصل لها. ات از بيريودك، البيريود بتاعتها اللي بتتكرر بيها هي اي اس جي اوميجا، بتتكرر كل 2 باي. طيب بنبدا الفلتر امبلس ريسبونس اتش دي اوف ان اللي انا عايز اعمل له ديزاين اند فلتر كوفيشنت، بنحسب الانفرس ديسكريت تايم فورير ترانسفورم بتاعي عشان اجيب الاتش ديزايرد اوف ان. يبقى اول خطوه عندي ان انا عندي الاتش ديزايرد بتاع الاتش دي جي اوميجا، هو في الاصل هو ان انا سميشن من صفر لما لا نهايه اتش دي اوف ان في اس سالب جي اوميجا ان. انا عايز اوصل لده، هو ده اللي انا عايز اوصله. طب اجيب الاتش دي اوف ان ايه، هي دي اللي مطلوبه، كانك عملت انفرس ديسكريت تايم فورير ترانسفورم. فالانفرس ديسكريت تايم فورير ترانسفورم بيتعمل ازاي؟ المعادله بتاعت 1 على 2 باي سميشن سوري انتجريشن، انا اسف، انتجريشن من سالب باي لباي اتش ديزايرد اي اس جي اوميجا في اي اس جي اوميجا ان دي اوميجا. طبعا ده راجع على الكلام ده، الكلام ده اتقال قبل كده، ازاي بتحول من الفريكوانسي دومين للتايم دومين، بتعمل الانفرس ديسكريت تايم فورير ترانسفورم بهذا الشكل. طيب تعال، طيب وبعد كده بنعمل ايه؟ بيبقى عندي بقى الطريقه بتاعت الويندو. الويندو يعني ايه؟ زي شباك، خلي بالك الويندو زي انك عامل ايه، حاجه بتسلكت جزء معين. فبيقول لك ان جنرال الاوبتيند امبلس ريسبونس اللي انا وصلت لها الاتش دي اوف ان از انفاينايت. انفاينايت يعني ايه؟ يعني ماشيه من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، واخده قيم غير محدده ان ديوريشن، اند ماست بي ترانكيتد ات سام بوينت. يعني المفروض ان احنا نعملها ترانكيشن. ترانكيشن يعني ايه؟ يعني ما ناخدش القيم كلها، ناخد القيم من ايه، زائد او ناقص ام، الام اللي هي الاوردر ناقص واحد على الاثنين، الام الاوردر اوف فلتر، عشان يجيب لي اف اي ار فلتر بلينس ام. خلي بالك الكلام ده كله بسيط، ما يعني صعب في الاول كده، بس هتلاقي العمليه سهله قوي. الترانكيشن بتاع الاتش دي اوف ان تو بي تو هاف ا لينس ام از ايكويفالنت انك انت تملتبلاي، هتضرب الاتش دي اوف ان باي ا ريكتانجولار ويندو. يعني انك انت تضربه في ويندو شباك لي يعني محدد البدايه والنهايه. لما تضربه في شباك محدد البدايه والنهايه يبقى هيعدي لك الجزء دوت بس. فالويندو اللي عندي بيقول لك ريكتانجولر، ارتفاعه بواحد او بزيرو. واحد امتى؟ لما الان بتاخد القيم دي زيرو واحد اتنين تلاته لحد ام ماينس وان على الاتنين، وزيرو اذروايز. يبقى اذا الامبلس ريسبونس بتاعي بتاع الاف اي اير فلترز بيكمز ان الاتش اوف ان يا جماعه عبارة عن ال H desired اللي انا جبتها مضروبة في ال W of N. تمام؟ طب ال W of N دي اصبحت بكام؟ بواحد. يبقى حدد لي بدل ال H desired دي لما كانت ماشية infinite، مشيت بقت ال H of N ايه؟ بقت finite. تمام كده؟ بقت ايه؟ finite. هو بيقول لك بقى معلومة، H desired of N في W of N لو عملنا لها Fourier transform، لما تضرب حاجتين في بعض في التايم يكافئ ايه في الفريكوانسي؟ انك بتعمل عملية كونفليوجن زي ما كاتب عندك تحت كده. طب تعالى كده نكمل. فهو بيوري لك هنا مثلا، انت عندك لو كانت السيجنال ريكت وعملنا لها انفرس ديسكريت ترانسفورم سيجنال ريكت بتديني ايه؟ سينك. خدت بالك لما تيجي تعمل لها انفرس ديسكريت، والعكس لو السيجنال سينك لما تيجي تعمل لها الديسكريت فورير ترانسفورم، يعني انفرس ديسكريت فورير ترانسفورم تديني ريكت. يعني هي لو ريكت تديني سينك، ولو هي سينك تديني ريكت. تمام كده؟ طيب انا كده بعمل عمليه ان انا بحول كله للفريكوانسي دومين. يبقى بدل ما بعمل عمليه مالتيبليكيشن بعمل عمليه كونفليوجن. قال لك يبقى الشكل اللي عندك بتاع الديزاين از الشكل اللي موجود تحت عندك ده. طيب تعال نشوف. هو طبعا بيقول لك الايفكت بتاع الويندو سايز حسب قيمه الام. لو الويندو بتاعك ام صغيره هتلاقي ان في زي ريبلز شويه، يعني الام ب 11 الاوردر ب 11
تلاقي ان انت الويندو بتاعك بص عامل شكل كده فيه ريبلز، الام ب 41 تبدأ تقرب من شكل الريكتانجل بتاعك الاصلي، لو الام ب 101 بدأت تقرب جامد جدا من شكل الريكتانجلر الايه الاصلي. تمام، هي الفكرة الرئيسية كلها في ايه؟ في حتة الويندو اللي انت بتستخدمها دي. الويندو دي هي اللي بتسلكت لك او بتخلي لك الفلتر بتاعك بقى فاينايت، لان هو كان ممتد من ما لا نهاية لما لا نهاية، بعد ما بيعدي على الويندو بياخد ايه؟ بياخد جزء معين. ماشي كده؟ طيب هو طبعا بقى بيقول لك الايفكت اوف ويندو سايز، بيقول لك في ويندوز كتير، هو مش لازم يكون ريكتانجولار ويندو، ممكن يبقى واخد شكل كيرف. قال لك في حاجة اسمها بلاك مان ويندو، هانينج ويندو، هامينج ويندو، انواع ويندو مختلفة مديها لك بالالوان او بالاشكال اللي مذكورة قدامك بهذا الشكل. طبعا الويندو انا هدي لك هو نوعه ايه، هو اسهل حاجة الريكتانجولار ويندو اللي هو بيكون ارتفاعه بواحد، واخد خط كده ارتفاعه بواحد، واخد ايه ليميتيشنز كلهم واخدين من زيرو لام ماينس 1، يعني الاوردر بتاعي خلى الاوردر بتاعي بايه بام من زيرو لام ماينس 1، يعني واخد ام بس. طيب نتكلم مثلا تاني برضو بتفصيليا الانواع بتاعت الويندو. انواع الويندو عند الريكتانجولار ويندو، الريكتانجولار ويندو خلي بالك ريكتانجولار في التايم دومين، الكلام على التايم، قيمته بواحد من زيرو لام ماينس 1. لما نيجي نحوله لفريكوانسي يبقى ايه؟ يبقى سينك فانكشن، يعني زي ساين عماله بيحصل فيها ايه، ان الارتفاعات بتاعت الساين بتبقى في مين لوب وبعدين ايه سايد لوبز جنبها كده زي الشكل اللي على اليمين. الهانينج ويندو انا خلي بالك المعادلات دي انا حديها لك، الهانينج ويندو دي شكلها في التايم قريبه من الريكتانجل اللي على الشمال، ده الشكل بتاع الهانينج ويندو، لما عملت لها حولتها للفريكوانسي دومين تبقى بالشكل اللي على اليمين. طبعا المعادله بتاعت الدبليو اف ان هتبقى جيفن بالنسبه لك، دي الويندو اللي انا بدخل عليها الايه الفلتر بتاعي الاتش اوف ان، الاتش ديزايرد اوف ان بتاعتي بدخلها على الايه الويندو ده. الهامنج برضو خاضع لمعادله تانية اللي هي دي المعادله اللي فاتت بتاعت الهانينج، كانت نص في واحد ناقص كوساين 2 باي ان على ام ماينس 1، رسم لك الكيرف ده ممكن ترسمه على الماتلاب عادي. الهامنج اهو بوينت 54 ناقص بوينت 46 كوساين 2 باي ان على ام ماينس 1، والان واخده القيم من 0 لحد ام ماينس 1 معايا. طبعا المعادلات دي هتبقى جيفن بالنسبه لك. البلاك مان ويندو في نوع من الويندو اسمه بلاك مان برضه هدي لك معادلته، ده شكله في التايم دومين على الشمال وشكله في الفريكونسي دومين على اليمين. هو بقى كاتب لك المين لوب والسايد لوب البيك بتاعها بكام في كل نوع من انواع الويندو. طبعا انا مش عايزك تحفظ الكلام ده، كل حاجه انا هديها لك في السؤال. هقول لك مثلا ده ريكتانجولار ويندو معادلته، طبعا ريكتانجولار ويندو ارتفاعه بواحد من زيرو لام ماينس 1 غير كده بزيرو. الهانينج هدي لك معادلته، الهامينج هدي لك معادلته، البلاك مان هدي لك معادلته، هتبقى جيفن بالنسبه لك في السؤال. ماشي كده؟ تعال نشوف بقى الويندو ميثود هنحل ازاي بقى، نرجع تاني عايزين نعرف هنحل ازاي السؤال بتاعنا. اول حاجه ايه الجيفن وايه الريكوايرد، شوف بقى كده بنسهل قوي البروبلم ستيتمنت، ايه الجيفن وايه الريكوايرد، ايه المعطى ده، ده سؤال يمكن تبص كده تخاف منه لكن هو ده السؤال المضمون. هيك معاك ايه الجيفن؟ الجيفن اتش دي اي اس جي اوميجا، الديزاير انا عايز ايه؟ الفريكوانسي ريسبونس بتاع الديزايرد فلتر ويتش از بيريودك ويز بيريود 2 باي، دي الجيفن. طب الريكوايرد اتش اوف زد، بحيث ان اتش اوف اي اس جي اوميجا تقريبا بتساوي اتش دي اس اي اس جي اوميجا، اللي وان الفيز بتاع از بيس وايس لينير، بيس وايس لينير يعني زي قطعه مستقيمه، يعني محقق اللينير فيز اللي قلنا عليه. طب الخطوات بتاعت الديزاين، اول ستيب بنعمل ايه؟ اول خطوه انا معايا اتش دي والس جي اوميجا، بنجيب الاتش دي اوف ان بنعمل انفرس ديسكريت تايم فورير ترانسفورم. يبقى اول خطوه عندي ان انا بعمل انفرس ديسكريت تايم فورير ترانسفورم، تمام كده؟ يبقى الخطوة الأولى إن أنا
بيبقى عندي اتش دي واس جي اوميجا، بجيب الامبلس ريسبونس اتش دي اوف ان باستخدام الانفرس ديسكريت تايم فورير ترانسفورم. الخطوه الثانيه بنشوز الفلتر لينس ام، هو يا اما يدهوني الاوردر يا اما انا بايه بحطه، بس هو في الغالب احنا بندي لك الاوردر بتاعك بكام. الستيب الثالثه وهو بيقول لي انا عايزك الفلتر ده لينس وكذا، عشان ناتشيف الكوزاليتي بنعمل حاجه اسمها اتش داش اوف ان، عباره عن ايه؟ عشان السيستم بتاعك يبقى كوزال يحقق دي. انت كده كده اوريدي جبت اتش دي اوف ان، جيب لنا حاجه اسمها اتش داش اوف ان، ايه علاقتها ان اتش داش اوف ان هي اتش دي اوف ان ماينس ام ماينس 1 على الاثنين؟ يبقى حضرتك كانك بتشفت بمقدار جبت حاجه اسمها الاتش داش اوف ان. طب جبنا الاتش داش، بنختار الويندو، هو بيقول لك ايه الويندو اللي انا عايزه، بنجيب الاتش اوف ان بعديها. يعني بعد اول خطوه احنا جبنا اتش ديزايرد اوف ان، جبنا منها اتش داش اوف ان عشان تحقق الكوزاليتي، بعد كده جبنا الاتش اوف ان هي عباره عن الدبليو اوف ان في اتش داش اوف ان، نضرب الاثنين في بعض. جبت الاتش اوف ان حولها بقى الاتش اوف ان دي، جيب منها الاتش اوف زد بزد ترانسفورم، جيب الاتش اوف زد، يبقى كده انت حليت السؤال بتاعك. يبقى تاني اول خطوه انت معاك الاتش ديزايرد اوف اس جي اوميجا، اعمل انفرس ديسكريت تايم فورير ترانسفورم، جبت الاتش ديزايرد اوف ان. الفلتر لينس هو هيحدده لك او انت ممكن تفترضه، بس في الغالب هنحدده. عشان ياتشيف الكوزاليتي الستيب الثالثه انت هتجيب الاتش داش، حاجه اسمها اتش داش اوف ان، شيفت من الاتش دي اوف ان بان ماينس ام ماينس 1 على الاثنين. الخطوه الرابعه هتشوف الويندو المناسب، هو هيقول لك هل ريكتانجولار، هانينج، هامينج، بلاك مان، اي واحد، هتضرب الدبليو اوف ان في اتش داش اوف ان، جبت الاتش اوف ان جيب منها الاتش اوف زد. خلصت كده، ده الديزاين بتاعك. تعال نشوف الجيفن، بيقول لك ان انا عندي الاوميجا سي، عندي شكل قدامي مديني الاتش اوف اي اس جي اوميجا اللي انا عايز اوصلها، الاتش ديزايرد هو ده الديزايرد، الرسمه اللي قدامي بيقول لي مديني الاوميجا سي الكات اوف فريكوانسي اللي هو محددها، الشكل اللي قدامي هو ده الشكل اللي هو بتاعي الجيفن بالنسبه لي. خلي بالك من ايه، من الشكل اللي قدامك ده، ده لو باس فلتر، ده لو باس فلتر انالوج اهو، لو باس فلتر انالوج. بيقول لي ايه عايزه بقى الديجيتال، بيعدي بقى بيقول لي هنا الاوميجا سي بوينت 4 باي، هي مرسومه قدامك بوينت 4 باي اهي، ادي البوينت 4 باي، ادي السالب بوينت 4 باي، مظبوط كده. الام عندك ب 11، هو مديك الاوردر كمان. طب اول خطوه نعمل ايه يا جماعه؟ احنا عندنا الاتش دي اي اس جي اوميجا الجيفن بالنسبه لي في السؤال، نجيب الاتش دي اوف ان ازاي؟ عايز الناس ترد بقى. اول خطوه نجيب الاتش دي اوف ان ازاي؟ ها؟ حد يرد؟ ازاي نجيب الاتش دي اوف ان؟ الناس سامعني ولا لا؟ اطمن بس انه سامعيني، احنا معانا اتش دي اوف اي سي جي اوميجا، اجيب ازاي اتش دي اوف ان؟ ها؟ مفيش حد بيرد خالص ليه؟ فين الناس؟ ها شباب، حد يجاوبنا، احنا معانا اتش دي اس جي اوميجا، عايز اجيب الاتش دي اوف ان، اجيبها ازاي؟ عشان بس الناس تبقى معانا يعني. نجيبها ازاي؟ الله، حد يرد؟ ايه ده، هو يحيى ما جاش؟ امال فين التاني، اسمه ايه؟ دكتور الصوت بيقطع خالص بروح. هو انتوا دلوقتي جايين تقولوا لي الصوت بيقطع؟ ما عند الناس كلها؟ ها؟ ده عند الكل ولا عند مين بالظبط؟ يا جماعة الصوت ماشي ولا ايه؟ في مشكلة في الصوت؟ ها؟ أنا مش عارف كده، الصوت فيه مشكلة؟ ها؟ حد يكلمني لأن أنا كده مش عارف منكو حاجة. مفيش مشاكل في الصوت؟ طب الله يطمنك. طب قول لي دلوقتي اتش دي اوف اي اس جي اوميجا
اجيب ال اتش دي اوف ان ازاي؟ يعني انا بصراحة مش عارف. طب ما كنت وبيروح ها بتقول ايه؟ ما احنا هنعمل اول خطوة، هنعمل انفرس ديسكريت فورير ترانسفورم. يعني احنا هنعمل انفرس ديسكريت، اول خطوة هنعمل انفرس ديسكريت فورير ترانسفورم. خلاص كده ماشي. يعني اللي عشان انا معايا اتش دي اوف اي اس جي اوميجا، عايز اجيب اتش دي اوف ان، هعمل عمليه الانفرس ديسكريت فورير ترانسفورم. قدامي اهو السيجنال، قدامي سيجنال اهي، وهعمل فيها ايه في الفريكوانسي دومين، وهحولها للتايم دومين. دي واحده بس عشان المفروض انه ايوه ماشي. طيب اهي جبنا بنجيب الاتش دي اوف ان، بنجيبها ازاي؟ بنعمل انفرس ديسكريت فورير ترانسفورم، انك حضرتك بتقول 1/2 باي تكامل من سالب باي لباي، الابسليو الماجنتيود بتاعك اتش اوف اي اس جي اوميجا في اي اس جي اوميجا ان، القانون بتاع الايه الانفرس ديسكريت تايم فورير ترانسفورم. يبقى حضرتك 1/2 باي هتكامل، هو بيقول لك منين؟ من السالب الاوميجا سي للاوميجا سي، هو كده، لان انا مديني من الاوميجا كات اوف، من سالب الاوميجا كات اوف للاوميجا كات اوف. الاتش اوف اي اس جي اوميجا الارتفاع بتاعها بواحد، يبقى انا هكتب واحد في اي اس جي اوميجا ان دي اوميجا. عايز اكامل من سالب بوينت 4 باي لبوينت 4 باي. فنيجي نكمل ازاي؟ اكسبوننشال مفيش اسهل من تكامل الاكسبوننشال. تكامل الاكسبوننشال بالنسبه للاوميجا، حضرتك هتقول اي اس جي اوميجا ان هتقسم على معامل الاوميجا، يبقى هو اللي هو جي ان، وهنيجي نعوض من اوميجا بسالب بوينت 4 باي لحد بوينت 4 باي اللي هم حدود التكامل، هعوض بالابر ليميت ناقص اللور ليميت، صح كده؟ يبقى حاجه اعوض فين؟ مكان الاوميجا. يبقى هيبقى عندي ترمين اهو اي اس جي بوينت 4 باي ان، ده الابر ليميت، ناقص اي اس سالب جي بوينت 4 باي ان، ده اللور ليميت. وطبعا خدت الجزء الثابت اللي بره ده 1/2 باي ان، دي خدتها بره. عشان اوصل دي لشكل الساين، يعني عشان اوصل الاجابه بتاعتي لشكل الساين، فقال لك اقسم على 2 جي او بلاش ال 2 جي دي. ايه ده؟ في مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عندي الاتش دي اوف ان، اخر حاجه انا دلوقتي كنت بعمل انفرس ديسكريت فورير ترانسفورم وبعوض بحدود التكامل، ففي عندي الاتنين جي في اخر خطوتين كده تحت، عندي الاتنين جي دي خدتها بحيث ان انا اعمل الساين اي اس جي اكس ناقص اي اس سالب جي اكس على 2 جي، دي ساين. فانا كتبنا ساين بوينت 4 باي ان على باي ان. البرويز الموف ده فيه مشكلة؟ كل اللي عملته السيجنال اللي عندي حولتها للتايم دومين بالترانسفورميشن اللي اسمه انفرس ديسكريت تايم فورير ترانسفورم. فيها مشكلة دي؟ ها في اي مشكله؟ يبقى دلوقتي دي الاتش ديزايرد اوف ان. الخطوه اللي بعد كده بنجيب الاتش داش زي ما عملنا الستيبس. يعني عايزك بس ايه العمليه، يعني تتعب سنه بص على الستيبس ايه وانت بت ايه بتذاكر، هتلاقي العمليه ايه سهله بالنسبه لك. المفروض ان انا عايز اعمل ايه الاتش داش اوف ايه ان دي واحده، اجيب النكست سلايد. ها ايوه اهي بنشوز اهي، عشان نجيب الام خدناها ب 11، هو مديهاني في السؤال ب 11. الستيب التالتة نجيب الاتش داج اوف ان. اتش داج اوف ان عبارة عن ايه يا جماعة؟ اتش دي اوف ان ماينس ام ماينس 1/2. الام ب 11 يبقى 11 ناقص 1 ب 10، على الاتنين ب 5، يبقى اتش ديزايرد اوف ان ماينس 5. تمام كده. نجيب بقى منها الاتش داج اوف ان، نجيب الاتش داش اوف ان، يبقى كأني جبت اتش دي اوف ان، الاتش ديزايرد اوف ان شفت 5. خدت بالك؟ كأني عملت شيفت ب 5. طب والاتش دي اوف ان اللي جبتها اللي هي ساين اللي في السلايد اللي فاتت اللي انا كنت حاططها في برواز. فهنعمل جدول عند الايه؟ عند الان بصفر. تمام؟ اهو هو مدي لك الاتش ديزايرد اوف ايه؟ اوف ان بس. دي جاب القيم بتاعتها اللي موجوده عندك في الكيرف اهي.
ال اتش ديزايرد اوف ان. عندي الزيرو، عوض بزيرو في المعادله اللي ايه في السلايد اللي فاتت اللي كانت في البرواز، طلع لي بوينت 4. عندي الواحد اعوض في معادله الساين دي، اداني بوينت 3027. عندي الاثنين اداني بوينت 0935. عندي تعوض بالاله الحاسبه بتاعتك. خلي بالك انك انت لما تيجي تعوض، انت هتعوض من كام لكام؟ انت هتعوض عندك في الحدود بتاعتك من اللي هي كام؟ قال لك من سالب 4 لحد الـ4. هو اصلا المفروض الام عندك بكام؟ ب11. خدت بالك؟ فهتلاقي ان عندك المفروض انك بتعوض المفروض من سالب 5 ل 5، عشان 11 دي يعني ايه؟ يعني 5 ناحية الشمال و5 ناحية اليمين وفي الزيرو في النص. فسالب 5 و5 هتلاقي النتيجة بصفر. يعني عند الخمسة والسالب 5 النتيجة ايه؟ الفاليوز بتاعتك هتطلع بزيرو. فعشان كده ما ظهرتش عندي، يعني ظهر اللي عندي اللي هو الارقام اللي عندي دي. طب دلوقتي انت حضرتك بقى هتيجي تعوض ب اتش اوف دي اوف ان ماينس 5. يعني اتش اوف دي اوف 0 ماينس 5 يعني يعني مثلا هتبدا بالايه؟ بالسالب 5. سالب 5 يعني دلوقتي هتيجي تبدا تعوض، انت كانك شفت الداتا دي كلها ب5 ناحيه الايه؟ ناحيه اليمين. طب لما تشفت ب5 ناحيه اليمين، يعني اللي عند سالب 5 قيمته بصفر، هيبقى اللي عند الصفر قيمته بصفر. اللي عند سالب 4 قيمته بكام؟ اللي هي هو مش كاتبها دي على فكرة، هو سالب 4 المفروض انها نازلة بسالب 0.0757، لما تتشفت بخمسة كأنها اتش اوف واحد. طب عند سالب 3 هو مديهاني بسالب 0.0624. القيم دي جت منين؟ انك بتعوض في معادلة الساين. هتشفت بخمسة، السالب 2 لما تشفتها بخمسة يعني اتش اوف 2، تديني القيمة دي ناحية اليمين. سالب 2 لما تشفت بخمسة تبقى اتش اوف ايه عند التلاتة. سالب هو مش حاطط كل القيم على الكيرف يعني، بس هو دي المفروض القيم اللي حسبها. مثلا عند الصفر، الصفر لما تشفت بخمسة يعني كأنها اتش اوف ايه اوف 5، اتش اوف 5 بوينت 4 هو كاتبها لك، اتش اللي هي اتش داش بقى، هو بيسميها هنا اتش داش، الاتش داش اوف ان اللي هي عند الخمسة اللي هي بوينت 4. عمل لك الجدول ده كده اللي هو بيمثل الاتش داش اوف ان. ملاحظين السيمترية؟ يعني ملاحظين ان في سيمترية؟ سيمترية ازاي؟ لازم الاتش داش اوف ان دي فيها سيمترية، يعني اول واحد فوق بزيرو، اخر واحد تحت بزيرو، الاولاني بسالب 0.0757 اللي قبل الاخير بنفس الرقم، التاني بسالب 0.0624 اللي قبل منه سالب 0.0624، لازم يحقق العلاقة دي. خدت بالك؟ لحد ما بيجي في النص اللي هو عند الخمسة اللي هي قيمتها 0.4. معايا يا جماعة؟ يبقى ده الاتش داش. طب بعد ما بنعمل الاتش داش بنعمل ايه؟ بنضرب في الويندو عشان نجيب الاتش اوف ان. بنضرب في الويندو بتاعي اهو. هنا بقى انا اديتك تو ويندو، اديتك يا اما هاننج، جرب بالهاننج وجرب بالهامنج. طب واحد يقول لي الهاننج والهامنج الدبليو اوف ان بتاعتهم بكام اللي انا هضرب فيها؟ انا كده كده اوريدي جبت العمودين الاولانيين الان والاتش داش اوف ان. لو انا شغال على الهاننج ويندو بنحط ادي الدبليو اوف ان بتاعتها، بنحطها انا مديك معادلتها من 0 ل 10، اهي مديك قيمها من الان من 0 لحد 10، دي جيفن في السؤال مدي لك معادلتها. حضرتك هتعوض عن الان بزيرو وتجيب الدبليو اوف زيرو بكام؟ عند الان بواحد وتجيب الدبليو اوف واحد بكام؟ عند الان باتنين وتجيب الدبليو اوف اتنين بكام؟ تملى الجدول العمود بتاع الدبليو اوف ان ده. تضرب بقى الاتش داش اوف ان في دبليو اوف ان الخاصه بمعادله الهانينج ويندو، تجيب الاتش اوف ان بتاعه الهانينج ويندو. نفس الكلام تعمله للهامينج ويندو، بس تجيب الدبليو اوف ان بتاعته، يعني هيبقى العمود ده هيعوض في المعادله مين؟ المعادله اللي عندي دي، يعني دبليو اوف ان بتساوي 0.54 ناقص 0.46 كوساين 2 باي ان على 10. يبقى سيادتك هتعمل ايه؟ هتعوض عن الان بزيرو في ديت تطلع لي القيمه دي، الان بواحد تطلع لي القيمه دي، الان باتنين تطلع لي القيمه دي، وهكذا الان بتلاته واربعه وخمسه لحد العشر. انا عوضت دي الدبليو اف ان بتاعت الهامنج، هضرب الدبليو اف ان في اتش داش اللي في العمود بتاع الاتش داش، تديني الاتش اوف ان بتاعت الايه؟ الهامنج ويندو. يعني كاني حليت الايه؟ الجزئين بتوع المساله، ما هم في جزئين، بيقول لك عوض مره بالهامنج وعوض مره بالهامنج. طب انا جبت الاتش اوف ان في حاله الهامنج ويندو وجبت الاتش اوف ان في حاله الهامنج ويندو، اجيب الاتش اوف زد بقى. زد ترانسفورم، مش انت عندك العينات كل عينه عند الان بزيرو قيمتها بكذا، عند الان بواحد قيمتها بكذا، يبقى تقدر تجيب مين؟ الاتش اوف زد.
يبقى كده دلوقتي في الهيرنج ويندو راح هو حاطط الاتش بتاعتك، القيم كلها بتاعت الاتش بتاعته حطها هنا اهو. يجيب الاتش اوف زد ازاي؟ انت دي مسألة قديمة، انت كنت في الشتات، مش احنا بنبقى حاطين الاتش اوف ان؟ حضرتك ادي الاتش اوف ان بتاعتك اهي، جيب منها الاتش اوف زد. السالب بوينت او او 7 5 7 2 دي مضروبة في واحد لان دي اول عينة، وفي الاخر خالص زد اس سالب 8 لان دي العينة اللي عند الثمانية مش عند يعني انا هنا دي العينة اللي عند الزيرو مضروبة في واحد، العينة اللي بعدها عند الواحد يبقى كأني سالب بوينت او 2 1 5 في زد اس باور ايه نيجاتيف 1، وظهر مرة اخرى عند العينة السابعة فبقت زائد زد اس سالب ايه 7، يعني عملت زد ترانسفورم. الهامنج ويندو العمود بتاع الاتش اوف ان رحت مفرغه هنا اهو، اروح كاتب الاتش اوف زد المناظره ليه بهذا الايه بهذا الشكل، الاتش اوف زد بنفس الطريقه اجيب الاتش اوف زد زد ترانسفورم. كده انا عملت الديزاين اللي بتاع الفلتر، كده انا عملت مين الديزاين بتاع الفلتر، تمام كده. دي الطريقه اللي انا قلناها ديت اللي اسمها الويندو ايه الويندو ميثود، تمام. انا للتسهيل مش هديك طريقه الفريكوانسي سامبلنج ميثود، هكتفي بطريقه الايه بطريقه الويندو، عشان يعني هنلغي الفريكوانسي سامبلنج ميثود عشان نهدي معاك شويه عشان ما يبقاش المعلومات كتير، يعني كفايه طريقه الويندو. وبكده ابقى المفروض ان شاء الله الكورس بتاعنا كده انتهى، يبقى ان احنا ازاي نعرف نعمل ديزاين للديجيتال فلتر الاي اي ار في ثلاث طرق قلناهم، الاف اي ار في طريقتين احنا شرحنا طريقه واحده، الطريقه الثانيه قلنا مفيش داعي بس عشان ايه التبسيط، عشان الطالب ايه ما تاخدش معلومات كتير برضو وتبقى العمليه بالنسبه لك ايه سهله. طيب انا دلوقتي خلصت المحاضره بتاعتي، منتظر الاسئله بتاعتكم. ها الناس سامعاني؟ اعمل طب معلش اعمل التسجيل بس كده اسيبه وبعدين نسمع اسئلتكم. يا واحده وفين؟